جيت اخويا في سوق خميس كانت ديال البير جديد بقليم كولا كاري اخويا عدي الوليدات وهادي دابا السعر راك عارفين اخويا بطاطا ولات بها الفرانك فلفل ب 340 وبنادم خدامه ب 1500 ريال مول الوليدات هاك كدور عند اي خدار دابا كتقول لي الثمن ما كاينش والله العظيم لا اله الا الله اخويا كنطالبوا من المسؤولين ومن سيدنا يا ربي الله يدير لنا الله يطف بينا الخوش يديروا معانا المزيان اخويا راه ما بقى ما يدار راه والو هاد الوليدات غنبقاوش غنشردوهم غنخرجوا للزنقه راه ما بقاش اخويا اي حاجه وليت كتحط عليها ليدك غاليه ثلاثه الوليدات والله العظيم خدامه عساس على قد الحال ما كاينش اخويا حق الله العظيم عواشر الناس كتعاوش شركي دايره وواحد مسكين شي ضيع تيموت بنقطه بنقطه وليداتنا ولينا زامتين عليهم باش ما نجيبهم السوق يقول لك شري لينا با هادي ولا دير لينا هادي خاطر تشوه كتولي وجهك ما كتبقاش تهزو قدام البشر حيت حنا بغينا الحلال ما بغيناش الحرام وين ربي الله يلطف بينا الله يشوف بينا في هاد البلاد هادي وكنطالبوا من سيدنا الله يقعد وسادو الله يشافيه تا هو يشوف فينا يدير معانا المزيان مع الشعب ديالو راه والو خويا انت كتشوف حق الله العظيم راه ثلاثة الوليدات لا إله إلا الله راه والو والله بعد خطرات الخبز كنعركوا فيه بالله اللي شالوا عظيم بعد خطرات كنتعشوا وبعد خطرات ما كناكلوش كاع والله ما كنوصلوا بالله وكنوجهوا النداء لهاد الناس المسؤولين يحنوا علينا بوجه الله وأي واحد راه ما غيخسرش والخلاص راه كامل ديال الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم بروك عواشركم أخويا اش غنقول لك اليوم أنا كنتواجد بمدينة بير جديد السوق الأسبوعي يوم الخميس كي كتشوف اخوات القضية غالية خضرة ما بقيتيش دوي معاها مطيشة ما بقيتيش دوي معاها البصلة حتى هو حاجة ما بقيتيش دوي معاها وانا دابا في جيبي عندي 200 درهم الشا هاد 200 درهم هادي هانت 200 درهم شوية هانت شوية ب 70 درهم يعني الميكان حتى كتشوف ما عامراش واش هاد 200 درهم عادي ناخذ منها الخضرة انا ناخذ من كرواسان الحليب باش نفطر في العشية هاد الناس اخوة راه بزاف هاد الناس اخوة راه ما خلاونيش باقي نعيش واش غنشفروا مشوا للحبس راه بقات غير السرقة عادي نجي نعمر الميكا ديالي غنهزها غندور مع الدوره نمشي راه مابقاوش خلونا هاد الناس نعيشوا وهاد الميساج اخويا حنا كنوصلوا للناس المسؤولين اللي فوق منا هاد اخ النوش وهاد الناس هاد وزاره العدل والحريات وما عرفتش كيقولوا لهم خاصهم يجيو يشوفونا ويتعاونوا معنا راه حنا دراوش راه ما عندناش احنا بوسطاء فقراء فقراء راه مشاو ما بقاش عايش راه عايشين دابا الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي عايشين اما احنا الدراوش راه ما بقيناش عايشين اخويا راه الخضره غاليه ما عطيش 160 بطاطا 10 دراهم الفلفله 300 ها انت ما تنساش 300 هادي دايره 300 هادي كي كتشوف هادي دايره 300 ها هي دايره 300 دريه باش خدينا راه بزاف اخو راه الناس هادو راه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله اخو راه ما بغيناش نديرو شي حاجه خايبه نمشيو للحبس راه حنا خدامين ب 80 درهم في النهار 80 درهم في النهار اش ديري لي انا اشري لي 80 درهم نشري بها البصله ب 240 اشري بها البطاطا ب 10 درهم ب 300 فينا هو الضو فينا هو الماء فينا هو السكر فينا هو اي شيء فينا وكنتمنوا من الله هذا الميساج وسط الناس مسؤولين وياخذوا هذا الميساج بعين الاعتبار ويديروا مع الناس شي حل وراه عواشر هذو وشكرا.